دابا ما بقى ليا يمتلاح. واحد جوج ثلاثة. من بعد ما سالي التحدي ديال الأسد الإفريقي قلت نحط لكم واحد الفلوغ جديد فيه واحد المغامرة زوينة، وبيان سور الهدف ديالي هو ديما نوري لكم جمال المغرب. هاد الفلوغ كان غيطلع واعر، بصح على كارت ميموار اللي فيلميت بها تحرقات ليا ومشاو ليا اكثر من نص ديال الفيديوهات ديال هاد المغامره اللي داخل فيها واحد الوقيته متوترنا وبنادم بدا تيكا. ولكن قبل غنبدا لكم بعدا القصه من الاول. كنا غنمشيو لبارادايز فالي، وفي الطريق تلاقينا مع واحد الدراري تيديروا لوطوستوب باش نسولوهم على واحد البلاصه. قالوا لينا بانهم ما غاديش لبارادايز فالي، غاديين لواحد البلاصه سميتها ايد الحسن. قلنا علاش لا ما نمشيوش ونغامروا معاهم. من بعد ما مشينا للطريق جينا دابا لواحد البلاصه نوريك الدراري، ها هما. بقينا بين الطريق تطلع لي من الفوق وعلى اليسار حيت كاين واحد الشلال، وقلنا يلا نمشيو نغامروا عليه. الشلال الماسيف غير شويه مالح، دابا ما بقى ليا يمتلاح. واحد جوج ثلاثة. هاد الدري وصحابو ولاد المنطقة ديما تيجيو لهنا وتلاقيناهم بارازار، ما تنعرفش سميتهم ولكن تحية لكم الدراري. في الاخر ديال النهار هضرنا معاهم باش نديروا واحد الحمله النظافه، حيت مع الاسف هاد البلاصه كانت شويه مزبله. وهذا نداء الناس كلهم اللي تيخيموا في البلايص اللي الطبيعه تكون واعره، عافاكم رجعوا معكم الزبل ديالكم حيت الا مشيتوا وخليتوه حتى واحد ما يجمع موراكم. كنا بين المغامره ديال اليوم عجبتكم، نشوفوا السيمانه الجايه بوغ اون اوت فيديو ان شاء الله.